داخل العيادة لازم تلبس كمام. إدارة العيادة يقولون لي ما يصير تتمشون بدون كمام. لأن أنت وسط منشأة صحية لازم تلبس كمام. يلا لبسوا كماماتكم. يلا أبوي إن شاء الله تبارك. أي والله والله أرحم المساعة على الأقل الكمام خف لنا هالواجه ذا. على طول تكفى فيك تلبس كمام طول اسبوع تكفى على طول عطوه. ايه عشان تدري ليش؟ عشان تخفي. سنة ولا لا لا. يلا يلا ديم. ها انت عارف وين بنروح الحين؟ ايه وين بنروح؟ محل الالعاب عشان نشتري وش؟ هدية الاول. اه شو اسمها؟ الاول. ايش تصير هذه؟ هذه احسن العابي من العالم. هذه اجمل لعبه فيها سكين او بنت او ولد. شوفوا في العاب كثيره منهم. سنك وينها الحين؟ بقلع. انقلع في هذا السنه انقلع. طيب لا خلي سنونك. يا الله حياكم الله. اشتقت لكم ديم وقلنا تمسي عليكم. اصرت هي اللي تقول انا اللي اشتري الهديه. تقول لا تشتري لي انت. حياكم.